تكرمي حماتي. يلا يا روحي، لو سمحتي خديها على غرفتها، بس خلص شغلي بيجي لعندكم. يلا. أنا هلأ رح فرجيك قيمتك وخليك تعرف أنت مين. معقول؟ لهي الدرجة أمي بتكرهه لسيد؟ لك على القليلة تحترم أنه هذا زوجي اللي اخترته بإرادتي. حرام عليها، أحياناً بحس أنه مو أمي، لأنه مستحيل أم تعمل هيك بزوج بنتها، مستحيل. ما عم أفهم ليش عم تتصرف هيك. معقول ما بدها تكون مبسوطة؟ أنا مستحيل أقبل أنه هي تكون أمي. لا يا روشني، هي أمك وما بيصير تقولي هيك. أنا مخنوقة، سيد هارت عم يشتغل بالمطبخ مثل الخدم. أنا بدي إياكي تروقي هلأ وتهدي. هالشاب عن جد بيحبك وما بيهمه حدا غيرك، وهو قد حاله، طولي بالك عليه بس، ولا عاد تفكري بشي. شبك؟ جرحت أصبعي. فرجيني؟ لا تخاف، مو كتير غميق. ولا يهمك، رح أجيب لك معقم. هاتي لشوف، قلي لي بشو عم تفكري؟ معقول تجرحي إيدك وما تنتبهي؟ حدا بيشرد وهو ماسك السكين؟ مفروض تكوني مركزة وأنتي عم تقشري فواكه، لأنه السكين بتخوف. بصراحة مشغول بالي على ابني سيد. هلأ بتكون حماته ديدي زعجته كتير، وكل ما بتذكر هالشي بيجي لأختنق. شو لازم أعمل؟ معقولة نحن نتركه للولد يبهدل حاله معه هيك؟ أنا ما عاد فيني أتحمل شوفه متضايق. بدي أفهم هو مضطر يتحمل هالشي كرمال روشني؟ والله روميو ما عمل عملته. تعرف راج؟ يمكن سيد طالع لك لأنه رومانسي وبحب من قلبه وبصدق وبحس بالمسؤولية، وفوق هالشي حنون كتير. دخيل قلبك يا حياتي، سيد ابني أنا وياكي وطالع لك كمان. ايه. بهالأيام مستحيل تلاقي شاب بحب بهالإخلاص، وابننا نحن ربيناه على الحب والأخلاق. ولهيك هو لما حب عرف يختار البنت يلي يحبها، ولو شو ما صار معه مستحيل يتخلى عنا. بس بتعرفي كمان روشني بنت طيوبة ومرباية وبتعرف تحب منيح، واللي خلاني حبها أكتر كمان إنه حبت ابني وهي بتعرف إنه فقير. منشان هيك بحس إنه هالتنين لابين لبعض وكتير كمان. إيه معك حق، ومو لأنه ابني، بس بكل الكون ما في مثل سيد. أنا أحياناً ما بعطي فرحتي لحدا لما بشوفه عم يتصرف مع مرته هيك. بحس إنه تربيتي كانت صح، وإنه ابني طلع مثل ما بدي وعم يعرف يحب ويكون إنسان محترم، وهذا الشي اللي بتتمناه كل أم. أكيد بكرة حفيدي رح يطلع نفس الشي كمان، ورح يشبه أبوه كتير ويشبهنا كمان. أكيد رح يشبهنا. روشني، روشني، اسمعي لوين رايحة. اسمعيني بس شوي. إذا بتريدي خليني روح، بدي روح ساعده أحسن ما يضل حاله بالمطبخ. روشني خلص اهدي شوي بس. زوجك قلك استنيني بغرفتك لبين ما يخلص شغل، ولازم تسمعي كلمته. خلص استني ولا تبكي أبدا. ما لازم روشني أتركه لحاله. ما في داعي للخوف، سيد بيعرف شو عم يعمل، بيخلص وبيجي لعندك ورح تشوفي إنه عصبيتك ما لها داعي. بدل ما تتضايقي لازم تكوني واقفة معه وعم تشجعي. أنت أبدا ما لازم تبيني له ضعفك، وخلي أمك تعرف إنك مستعدة تضلي أنت وياه. طول ما أنت ضعيفة هيك رح تحققي للي بدها اياه. منشان هيك حبيبتي حاولي انك تتظاهري بالقوه حتى لو كنت ضعيفه من جوا، وبهالطريقه هي ما رح تخسري. ساوي اللي عم قلك عليه وخليكي مع سيد هارت ولا تبيني له ضعفك، وبس امك تشوف هالشي رح تتغير معكن. اهلا وسهلا يا حلوين. ها
هاد أكل خاص بالأمراء ورح يعجبكن كتير، أكل بحري وسلطة. أكيد لما تدوقوا من تحت إيدي هالأكل الطيب يلي حضرته لحالي، وخاصة هالسلطة مع شوية مقبلات، أكيد رح تحبوهن وتعرفوا أني أشطر حدا بيعمل هيك. أصلاً من يومي بحب الأكل والمطبخ، وكنت ساوي أكلات غريبة كتير وما حدا يصدق أنه أنا يلي عاملهم. إيه عن جد، لأنه الأكل بده مزاج رايق، وشخص مزوق مثلي وفنان كمان، أنا جامع كل هالصفات وإلي نفس على الأكل. إذا بدكن أنواع تانية بعمل فوراً، يلي بتحب تقلي لساوي لها. هلأ رح دوقكن الأكل هاد وأنتو يلي رح تقرروا، بتمنى أنه يعجبكن. تفضلوا. تفضلي. ماشي. استني بس، نسيت شغلة، المحرم المطوية أكيد لازم نحطها قبل الأكل. شكراً إلك. إذا عجبكن الأكل يلي ساويت لكم إياه، يا ريت تخبروها لحماتي. شو بدنا نقلها؟ أي شي، إنه حبيتي الأكل وعجبك المنظر، وإذا بهاراتهم مناح ولا ناقصهم ملح، يعني من هالحكي هاد. مو ظريف الصهر؟ صحة وهنا. إيه شو هالصبايا الحلوين هدول؟ عن جد مو معقول جمالك هاد. ليش جاي لحالك على الحفلة يا قمر؟ وين أمك؟ ليش ما إجت معك؟ شو قصدك؟ عفواً، عن أم مين عم تحكي؟ مو أنا أبداً، ما بقصد، لأنه مبينة صبية بالعشرين. ما شاء الله عنك، بشرتك مثل بشرة الأولاد الصغار. عن جد أنت كتير حلوة وجمالك مميز. تفضلي دوقي شغلي، أعطيني رأيك، ولا قلك دوقي هاي بالأول؟ دوقي. شكراً إلك. أهلا وسهلا ديدي، سهرك هاد عن جد بجنن. ما شاء الله بيعرف يطبخ منيح، وخلى جو بيتكم كله حركة، وبصراحة أنا حبيته لأنه مهضوم وهو شاب بينحب، وبنتك كمان كتير مزوقة لأنه اختارت هيك شاب. لا تفكري إنه بس بنتها هي المزوقة. كمان حماتي مزوقة مثلها وأكتر، ومرتي أخدي منها الجمال والكلام والشخصية القوية كمان. أنا فخور فيهم هن الاثنين وبحبهم كتير. إذا خلصتوا حكيكم فخلينا نبلش باللعبة. سيد هارت، يلا روح اطلع عشا جوا. ديدي، شو رأيك بلا ما نلعب هاللعبة اليوم؟ خلينا نلعب شي تاني، انتي دايما بتربحي فيها، لهيك خلينا نغيرها. شو رأيكم بهالفكرة؟ الشخص يلي بيلعب وبيخسرها لديدي راح أكافئه، ومستعد ادفع له 25,000. بس مين يلي مستعد انه يربح المصاري وخسرها اليوم؟ بس مين هو الشاطر يلي رح يتجرأ على التحدي؟ ووقتها كلياتنا رح نشجعه. حكي معي بأدب يا ولد، انت صار بدك ترباية، شو فيها اذا طلعت شهر عسل؟ هذا الشيء من شانكم. لك شو هالحكي الفاضي هاد؟ ليش في حدا بالعالم بيقدر يخسرني؟ اصلا انا مستحيل اخسر. انا جاهز، شو رايك؟ وهالشي بعد موافقتك حماتي. تصوري اني بدي العب ضدك وراح خسرك لاول مره قدام رفقاتك. مو مشكله، كاني الوحيد اللي هون يلي رح يقدر يخسرك، مو هيك حماتي؟ رشدي، تعالي شوفي سيد هارت رح يتحدى ديدي، رح تصير حرب بيناتهم. احكي منيح مشان نفهم عليكي، ما حدا لحقك بعصاية. طولي بالك، احكي شي واضح. عم قول بلشوا التحدي، سيد هارت تحدى ديدي باللعبة برا قدام رفقاتها بالجنينة. بده يتحداها؟ ليش لا يعمل هيك؟ ايه، سيد هارت، ليش قبلت التحدي؟ ديدي مو سهلة، عطول بتربح. وأنا رح أربح، هلأ بتشوفي. أنت مستقلة بجوزك يعني؟ بس عم تحكي لك كلمة، اللي لأني قدها. سيد هارت، ديدي ولا مرة خسرت. وأنا هالمرة ناوي خسرها ورح أكسب المصاري، وبدل ما انسحب من تحدي ديدي وتقول عني جبان وما بعرف أعمل شي، رح أتحداها وخسرها كمان، وهلأ بتشوفوا. سيد هارت، روق شوي، مانك مضطر تتحدى ديدي. سيد، اللعب مع ديدي مو سهل، أنا ما بتذكر حدا لعب مع ديدي إلا خسر وطلع برا. طيب شو فيها إذا جربت؟